الوضعية المزرية للطريق الوطني رقم 14 الذي يربط ولاية سمسيلت بالجزائر العاصمة جعلته فاقدا للأمان وتزيد خطورته بسبب ضيقه. هذه لاروت ناسيونال نيميرو 14 يعني راهي تسبب لنا حوادث المرور بكثرة فيها، يعني هذو لي زاكسيدون لما يوقعوا في لاروت ناسيونال نيميرو 14 هذه، على كل حال كثرة الحوادث المرور. الطريق ما خاسرة خاسرة كاع الطريق خاسرة. ما تيكش الطابي ما كاش منو، المهم الطرقات مهترئة كما يقول. مشروع ازدواجية الطريق بين تيسمسيلت وقصر البخاري وربطها بالطريق السيار شمال جنوب أضحى مطلبا شعبيا لا بديل عنه لفك العزلة عن المنطقة. نطالبوا يعني بمشروع نتاع طريق مزدوج، يعني دوبلو فوا، الطريق المزدوج اللي يجوز منه حتى القصر البخاري، على كل حال باه يربط على كل حال الشمال جنوب. وزارة الأشغال العمومية عطاونا دراسه راهي، واللي مارشي راهم واجدين، ممكن السمانه هذه او السمانه الجايه ان شاء الله يبداو في الدراسه بيروديتود، يعني راهم معين باش يبداو في دراسه ازدواجيه الطريق الوطني رقم 127 حتى القصر البخاري، وازدواجيه الطريق الوطني رقم 14 حتى الطريق حتى الطريق السيار شرغر. يعد إنجاز مشروع الطريق الاجتنابي أحد أهم المشاريع التي تعول عليها السلطات للحد من الاختناق المروري الحاصل في مدخل بلدية خميستي. وعلى مستوى بلدية العيون وبلدية خميستي يعني راه مشكل كبير في السيركولاسيون، احنا ارتئينا باش نديروا كونتورنومون ولا طريق اجتنابي لهذا البلديتين، والأشغال راهي جارية إن شاء الله. هذا المشروع الذي يظهر ويختفي حسب الظروف التي تصنعها المناسبات الانتخابية عادة، لا شك أنه سيسمح بإعطاء دفع للحركية الاقتصادية وتنويع الاستثمار بمنطقة ذات قدرات ومقومات فلاحية هائلة.